انا ما خبرتك لانه مو قادر ربيها او لا يصعب علي ربي، بس لانه انت امها ولازم تدرس. بعرف كتر خيرك. هلا المهم شو بدنا نتصرف؟ عبي لي ابريق المي. فيها مي بدي اشربها تازه. شوفي ليلى، شبكي؟ لك شبكي احكي؟ أنا حامل. يا من مين؟ من مين؟ من مين يعني؟ منك. ليلى، بتكوني خبرتي الشرطة أو شفتي سيرتي قدامهم ها؟ الشرطة؟ لا لسه ما خبرت الشرطة، بس أبي خبر بكل شيء. أبوكي؟ سبيتك على الورطة يا ليلى، لك شو عملتي؟ لكن عشان تضحك على بنات العالم. خير ان شاء الله. شو يلي حدثك علينا؟ بدي احكي معك. طيب انا بالاسم شوفي سعيد، الحكي ما بنحكى برا، خلينا نفوت لجوا نحكي. شرف تاكل. لايمتى بده يضل هربان؟ مين؟ زبالة الحارة. أنا ما بعرف حدا زبالة. محشومة خزيت العين، كل معارفك أكابر. إذا أنت أبي وفريال أمي، مين بده يكون رفقاتي يعني؟ والله يا بنتي أنا طول عمري ما عملت الغلط ولا حبيته، بس إذا أنت حابة تطلعي لأمك تفضلي روحي لعندها، ما عاد عندي مانع. ومشان فطورك بدها الفطور. صار بسرعة دبرتهم. وكم يوم رح تبقى عندك؟ يومين ثلاثة وبرجع لك ياها. هلا المهم ما اعترفت لك من هالابن الكلب يلي ضحكان عليها؟ ما قالت شيء، ولو اني بظن بهالواطي اللي ضحكان عليها عامر تبع المصبغ. عامر؟ مستحيل يا زلمة، عامر ما بيغشني. إلي بالذات مستحيل يغشني ولو. خالصة؟ ايه شرفي
سلام. منيح اللي فحصتك الدكتورة، هلا هيك ارتاح بالي شوي. هلا امي يعني انا ماني حامل؟ وزعلاني حبيبتي لانك مالك حامل؟ ولك تضربي؟ ولك تضربي على هيك عملة؟ طيب كيف هي اللي اجت لعند ابي قالت اني انا حامل؟ غلطت، ومنيح اللي غلطت. هي اكيد وقتك انت اخذة برد، عمت اجتك الدوخة، بس منيح اللي فحصتك وكشفت عليكي لحتى كشفنا وقاحتك. بالله سو، ولك اسكتي، ولك اسكتي، اسكتي احسن ما اطلع كل قهر فيكي. ها اسكتي.